مساء الخير يا جماعه. دلوقتي احنا هنتكلم عن احداث المتوقعه للحلقه 11 عن في مسلسل ريبوت في بيتنا. بقول احداث متوقعه وليس الحلقه بنفسها بذاتها. الحلقه 11 طبعا احنا عارفين ان يوسف بعد ما حضر الفرح وخد مراته معاه وكان كل امله انه يعمل مع رجل الاعمال صفقه، وكل ما بيحاول ان هو يعمل صفقه زي ما الريبوت خلاه فشل مع رجل الاعمال، واول ما حكى عن سلبيات الراجل وان هو كان قبض عليه، فيوسف بيحاول دايما ان هو يعمل علاقات جديده وصفقات جديده، الا ان برضو هتجوء معاه بال ماشي. وطبعا كل شويه الريبوت لذيذ هيفكره بانه يقول له اعمل لي ابديت اعمل لي ابديت. وزومبا اللي هتجنن ساره بكل المقاييس وهتحاول انها، لاني واضح اني معموله بطريقه او ابديت بطيء جدا جدا، فما بتنفذش كل الطلبات بالحرف الواحد. واحنا عارفين ان كل الاحداث دي هتبقى ان شاء الله متوقعة وجديدة، وان يوسف بيحاول دايما ان يعلم لذيذ ايه هو الصح وايه الغلط، الا ان السكرتيرة معتقدة ومقتنعة تماما انها ممكن تعمل علاقة عاطفية مع لذيذ، ولكن لذيذ عمال يفهمها ان هو انسان آلي ريبوت مش انسان عادي. طبعا كل الكلام ده واضح وصريح، لكن هي واضح انها غير متفهمة لهذا الكلام. يوسف بيجدد علاقات وبيعمل دنيا، وبعد ما التيتا عرفت ان ده ريبوت وثابت المكان ومشيت، هو بيحاول يحدث الامور ويحدث علاقاته وبيعمل حاجات جديدة في الريبوت اللي تعمل له ابديت، بحيث ان هو ما يضيعلهوش اي صفقة هو بيحاول يعملها. ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، وهي عبارة عن مقدمة بسيطة من الحلقة 11، وربنا يكون معاكم ودايما تكونوا باحسن حال. ما تنسوش تدوني تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة عشان نستمر دايما نبعت لكم كل ما هو جديد وجديد. سلام لكم جميعا.